السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في منطقة فيها نازحين في منطقة عفار. هؤلاء الناس مشيوا عشرات أو مئات الكيلومترات عشان اللي هم الحرب أو الصدمات المسلحة كانت في الدولة، وأتوا هنا كنازحين في منطقة عفار. المخيم ده فيه قرابة 50,000 نازح من عفار، غير المخيمات الأخرى في حوالي 13 مخيم. عدد النازحين فيها داخل المنطقة دي كلها أكثر من 300,000 نازح. وإحنا اليوم وصلنا علشان بنوزع بعض المساعدات عليهم، نسميهم إحنا إن هم أصحاب المال. هؤلاء الناس هم أصحاب المال. أنا معايا مريم وروزة. وانت اسمك ايه؟ عائشة. عائشة، بسم الله ما شاء الله. وعائشة عند عبد الرحمن ومحمد، كل هؤلاء الناس هم أصحاب المال الحقيقيين، هم أصحاب المال اللي المفروض إحنا نوصل لهم علشان نعطيهم مالهم، وعلشان نعطيهم حقوقهم، وعلشان كذلك يعرفوا إننا معاهم في السراء ومعاهم في الضراء. فإحنا بنشكرهم إنهم استقبلونا، وإن شاء الله بنحاول نساعدهم ونساعد الآخرين كذلك في أماكن مختلفة في أثيوبيا أو في أي مكان. أثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال وكينيا وتنزانيا وأوغندا بيواجهوا قحط، بيواجهوا قحط شديد جدا جدا. وبعد القحط كمان بيواجهوا شيء اسمه الجراد اللي بياكل ايه كل شيء، وبيؤدي الى قحط مرة اخرى. فأرجوكم، أرجو من يرى مثل هذا الفيديو ويسمعني يعرف ان هنا في قحط، في مواجهات عسكرية، في نزوح، في أماكن أخرى في نزوح. وأرجوكم وأتوسل إليكم أنكم تقوموا وتساعدوا هؤلاء الناس علشان يكونوا معنا دائما. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I said in English.